دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أبي، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدينا. كل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة العام الهجري الجديد، وسؤالي على طول لحضرتك هو العلاقات المصرية الإماراتية. الإمارات تمثل نموذج يحتذى، الحقيقة أنا بعتقد أنه أفضل نموذج قدر يحقق حضارة في الدول العربية اللي لقت معاها فلوس دول الخليج بالتحديد، واستخدمت هذه الأموال في حضارة شعبها وعمل مدن صناعية وترفيهية ومتميزة جدا في عدد من المجالات الحقيقة. ده حقيقي يا أستاذ إيهاب، ودعني أؤكد على أن الرئيس السيسي نجح في أن يضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية. أيوة، يعني بصراحة جهود كبيرة جدا بتقوم بها الدولة المصرية، وأؤكد على أن التجربة المصرية أصبحت ملهمة لكافة الدول العربية. وإذا نظرنا إلى العلاقات المصرية الإماراتية، فأؤكد لك على أن هذه العلاقات هي علاقات استثنائية استراتيجية في كافة المجالات، وعلاقات تاريخية بتضرب بجذورها في أعماق الأرض. القيادة السياسية المصرية نجحت في أن تكون مصر هي قبلة الاستثمارات العربية وقبلة الاستثمارات العالمية نتيجة الجهود الجبارة وإنشاء بنية تحتية. وفعلا عندما نؤكد وتضع شعار الجمهورية الجديدة على قناة ميسات أو على كل القنوات، هذا ليس شعار أجوف بل شعار حقيقي، يعني يتفق مع ما يدور على الأرض من إنجازات كبيرة في كافة المستويات وفي كافة الأصعدة. هذه الزيارة اليوم هي زيارة مهمة، وتؤكد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر وشقيقتها الإمارات، وأن هناك ليس هناك توافق بل تطابق الآن في الرؤى في كافة القضايا الإقليمية والعربية، بالإضافة إلى يعني هذا الزخم الاقتصادي يؤكد على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية انعكست، يعني نتيجة العلاقات الاقتصادية العلاقات السياسية القوية انعكست على الجانب الاقتصادي. دكتور حامد، يعني طبيعة الوفد رفيع المستوى اللي التقى السيد الرئيس النهاردة في ضيافة كريمة من مصر، هل هو وفد اقتصادي بالكامل؟ هل إن شاء الله سنشهد توقيع اتفاقيات مصانع مناطق استثمارية وما إلى ذلك؟ من الممكن جدا. هو في المقام الأول كما أكد بيان رئاسة الجمهورية أن هذا الوفد يعني في المقام الأول بحث علاقات اقتصادية وتجارية، ولكن ليس هناك يعني خلاف في التنسيق على كافة الأصعدة وعلى كافة المستويات، لأن هناك اهتمامات مشتركة وقضايا ذات اهتمام مشترك ما بين مصر والإمارات، يعني القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا والوضع في تونس، وهناك زخم عربي الآن تصنعه القيادة السياسية المصرية لتحقيق أيضا يعني توافق ودعم كبير للرئيس قيس سعيد الذي يمثل الشرعية في تونس. أنا بتصور أنه حجر زاوية، اللي بيحصل في تونس ده حجر زاوية تحتاج إلى دراساته كثير من الدول العربية. بشكرك جدا يا فندم، شرفتنا دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية، جزيل الشكر لحضرتك.